يسأل عن معنى الآية القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة إلى آخر السورة، يريد تفسيرا لهذا. القارعة يوم القيامة، سمي بالقارعة لأنه يقرع الأسماع بأهواله، وهذا أحد أسمائه، وقد سمي بأسماء كثيرة: القارعة والصاخة والطامة الكبرى والساعة والحاقة وغير ذلك من أسمائه، لأنه يوم عظيم، يوم فيه أهوال عظيمة. قوله تعالى القارعة ما القارعة، هذا التكرار من أجل تفخيم هذا اليوم وشد الانتباه لما يجري فيه من الأهوال، حتى يكون المسلم على استعداد لملاقاته. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، بين ما يكون في هذا اليوم من الحشر وجمع الخلائق ومن تغير هذه الكائنات، حتى إن الجبال الرواسية تذوب وتكون كالعهن وهو الصوف المنفوش من لينها ولوبانها بعد أن كانت جامدة قوية صلبة. ثم بيّن سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى قسمين: سعداء وأشقياء. أما السعداء فهم الذين ثقلت موازين حسناتهم فرجحت بسيئاتهم ففازوا برضا الله سبحانه وتعالى ونعيم الجنة خالدين مخلدين فيه، والأشقياء هم الذين خفت موازينهم بمعنى أن سيئاتهم رجحت على حسناتهم والعياذ بالله، فهؤلاء خابوا وخسروا وانقلبوا إلى أسوأ عاقبة، وهي أن النار مقرهم ومصيرهم أبد الآباد. نعم، بارك الله فيكم.